من يجول في أزقة سوق مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان يجد عناء في شق طريقه وسط زحمة المتسوقين، لكنه لا يجد عناء في ملاحظة ضيق حال هؤلاء. الازدحام وإن كان معتادا اشتد بعد نزوح الآلاف من سكان مخيم نهر البارد إلى هنا. نازحون يحاولون بالقليل المتوفر تأمين الحد الأدنى من مستلزمات وجبة إفطار ملائمة في شهر الصيام. احنا اللي وضعنا مثلنا احنا النازحين، طب معنا نشتري كيلو البطاطا ب 1500، معنا نشتري البندورة، ما عم نقدر نشتري أي شيء. ما في أي روعة، ما في أي يعني سعادة، ما في أي شيء بالنسبة لهذا الشارع. ومن السوق إلى أحد مدارس الأونروا التي نزح إليها سكان البارد نتوجه. نرى يسرى تبكر في إعداد وجبة الإفطار قبل موعد آذان المغرب بساعات. الكمية تبدو معقولة إذا ما اعتبرنا أن عدد الأشخاص على مائدة إفطارها قلة، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. إحنا وإخوة قاعدين مع بعض، الكل نتشارك وندفع يعني ونجيب لنا مع الفطور، عن الأكل اللي بيجيبوه يعني ما الصراحة ما يتاكل. نلحق بيسرى إلى حيث تعيش مع عائلتين أخريين إلى الغرفة 18. هنا النازحون أصبحوا مجرد رقم على إحصائيات حصص الإفطار التي تقدم لهم في شهر رمضان، حصص يقولون إنها تصلهم فاسدة. عم بيجيبونا الأكل بيطبخوه هني وبتخسروا عليه، بس بخلوه هو سخن بيحطوه بالجلاتين بحمض. خارج الغرفة تفترش الحاجة آمنة زاوية تبيع فيها سكاكر وسجائر لتؤمن دخلها اليومي الزهيد. بيتنا مليان، ما كان هيك وضعنا، جينا هون شتت، لا حرام إننا نتغطى لا طنجرة نطبخ فيها. يرفع الأذان إعلانا لموعد الإفطار، تجتمع العائلات في المدرسة لتناول ما تيسر لها من طعام. الإحباط هو الحالة العامة، والأجواء الرمضانية هي الغائب الأكبر. يمر الإفطار وجبة سريعة تكفيهم للبقاء أحياء. أتى شهر رمضان وسيذهب، وأهالي نهر البارد على حالهم من النزوح عن مخيمهم، مخيم ينتظر ملايين الدول المانحة لإعادة إعمار الحجر فيه. أما البشر فلا يتمنون سوى العودة ولو إلى ركام ذاك المخيم. سلام خضر، الجزيرة، من مخيم البداوي شمال لبنان.